السلام عليكم. انتهى حلم 2007 الجديد. خرجنا رغم أننا لم نكن نستحق. جزء يتبادر بذهانكم أنه هذا ليش لابس درس المنتخب؟ البعض يشوف الموضوع جزء حلقة قديمة، أو قبل لا يفتح الفيديو باليوتيوب يجوز عباله الفيديو قديم، بس لا، فيديو جديد ورا خسارتنا مع قطر ورا خروجنا من كأس آسيا. هذه الحلقة الجديدة من عراق تدورس. عندنا إيمان بشغلة أنه كافي يعني نذب اللوم على أشياء ما تسوى، لازم نوصل مرحلة أنه الخسارة ما تنهي كل شيء. كنا تقاسمنا الدمعة والألم والحسرة، لكن لازم نتقاسم مستقبلاً الفرحة. هاردك للجميع، ورحب بكم بحلقة جديدة من عراق تدورس. التشجيع واجب وطني ويا المنتخب مهما صار. نشوف عبد الحفظ القيسي شي يقول على المباراة ونرجع لكم. سيناريو محزن جدا، رغم انه كنا ندري مواجهات الخليج منحوسة، لو ما كنا زينين فما كنا راح نتأثر هيك. شوط اول كانت قطر بدايته الها افضلية، سرعان ما تحولت انه انتهى سلبي، بس كان ايجابي كلش والامال زادت. بالشوط الثاني كابوس ببداية احلى حلم ورا اصابة همام، اصابتين جديدة، البديل حسني هم انصاب وراها مهاوي، وهدفي الراد لسالفة طويلة سولف ورا شوي. اكيد من نتأخر الوقت يصير اسرع بهواي. صافرة انهت حلم جيل كان يبشر بخير، مطرت العيون هالمرة مو بس السماء، وحتى دمعته صعبة أمنا اللي بالملعب وقعتها غصب. العراق يودع الإمارات بأقدام عراقية، وهذه المرة ليست كالعادة بالخطأ في مرمى، بل متعمدا في المرمى. شكرا عبد الحافظ. ولانه المنتخب مهما صار ولانه التشجيع واجب وطني، الجماهير ببغداد وتحديدا بمنطقه المشجعين شنو كان رايهم بالمباراه؟ شنو كان طبعهم بعد الخساره؟ خلينا نشوفها وراجع لكم. خسارة بهدف، المباراة كان ممكن تمتد لشوط إضافية بسبب تكافؤ مستوى الفريقين. يعني أنت شلون شفت المباراة؟ شلون أثرت عليك؟ يعني أنا اللي شفته يعني الأداء للمنتخب العراقي كان كلش حلو، يعني خاصة الشوط الأول لعبوا بأداء يعني كلش حلو، لعبوا بغيره، بس الشوط الثاني من يجي الهدف شوية الهدف أثر عليهم، لا يعني دم يعني لا سوى تعب عندهم، سوى يعني خلى إرهاق عند اللاعبين، لان صار على يعني اثر على العامل النفسي اللاعبين، يعني هو نفسيه اللاعبين تغيرت واثر على 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 اداء مرتهم. جماعتنا سووا كل اللي عليهم، بس هاي بعد لا بقى متت بمكانه يعني تبلشت اصابات. شفت يعني ثلاث تغييرات سووا ثلاث اصابات، تحسها كعدم توفيق؟ اي 100%. يمكن الحكم مو يعني انا اشك الحكم مو ياهم. ايوه هو ما هالثاني ما ادري ايش يحكم، مصدوم بعدني ترى باللعبه. علي احنا يعني بعيدا عن يعني عن المباراه وبعيدا عن اي شيء ثاني، احنا يمكن ياثر عندنا الفوز اكثر لانه يعني نجهز تغطيه للفوز، نرسم في السيناريو ببالنا حول شلون راح نطلع التقرير حول. فانت شنو شعورك بعد؟ والله انا الصراحه يعني كنت معضل حتى التقرير عاد السكريبت مالته، وهو امل وتفاؤل، لكن بالنتيجه يعني نقول حظ اوفر لمنتخبنا الوطني. لكن النقطه المهمه بالمنتخب انه صح احنا خسرنا البطوله، بس بالتالي كسبنا منتخب لربما يضاهي بالمستقبل لتصفيات كاس العالم. وتعرف انت الخساره انه ما اتوقع انه المدرب او اللاعبين يتحملوها، لان بالتالي المنتخب قدم اداء رجولي
وكاتانيتش كشف اوراقه بسبب الاصابات، يعني ثلاث اصابات بثلاث تبديلات، فبالتالي المدرب يعني احنا اليوم نقول الحظ ما حالفنا يعني بجميع الظروف، انه لاعبين كحسابات مدرب، لكن اكو حسره بداخلنا احنا لان احنا محتاجين هاي الفرحه، لربما الاجواء راح نخسرها هاي اللي عشناها، تعرف انت يعني زملائنا والبقيه اللي موجودين حاليا هاي الاجواء يعني مبكره، يعني احنا ولو عشناها فتره قليله. هذا العلم كان المفروض تحتفل بيه هسه، لكن المباراه خلصت بخساره. طبعا هو العلم العراقي مرفوع بكل الاحوال، يعني سواء فوز او خساره ان شاء الله العلم باقي على اكتافنا. بس صراحه المنتخب ادى اللي عليه، كان الافضليه لمنتخبنا في الشوط الاول والشوط الثاني، فرص كلش يعني كبيره ضاعت، اضافه الى انه الخطوط كانت متقاربه، اللاعبين جيدين، اختيار سيء الحارس المرمى، يعني عجيب يعني من بدايه المباراه حارس المرمى ما كان بيومه، اعداد بدني سيء جدا، ثلاث لاعبين يصابون بالشوط الاول، شنو يدل هذا؟ دليل على انه اعداد بدني سيء، اضافه الى انه التهويل الاعلامي انه خذيناها بالاعلام وبالاغاني وكذا وعفنا الجانب النفسي، والا المنتخب العراقي الى الافضليه مجرد ما اجى عليه جول تراجع، هذا دور الجانب النفسي، دور الجهاز الفني والجهاز التدريبي. تزن قضت نفسك، قلت لي اول شيء المنتخب زين وما قصروا، خطوط اللعب متقاربه، يعني ما كان وين الخلل؟ الخلل كان عندنا بالحارس المرمى، اجى علينا الهدف، هنا ظهر الخلل الثاني انه احنا اجى علينا الهدف، شلون نتجاوزه نفسيا وشلون نتقدم؟ صار تراجع، اكثر من فرصه حقيقيه للمنتخب القطري ضاعت، واضافه الى الاعداد البدني، يعني مدرب فقد كل اوراقه الرابحه، ثلاث مركزيا بدنهم، طلع حمام مصاب، نزل علي حسني بنفس المركز. توفيق ما حالفه، شو يسوي؟ ممكن انه جانب الحظ موجود، بس اكو خلل بالاعداد النفسي والاعداد البدني كل اللاعب. طبعا هو جيل يعني اعمارهم معظم اعمارهم تتراوح من 18 الى 22، نتامل بهم الخير، ممكن انه يا هاي كره القدم انه نطلب من الاتحاد انه يحافظ على هذا الجيل، يجيب مدرب اكفأ من هذا المدرب، وممكن انه نتلافى هاي الاخطاء صارت من البطولات القادمه. مدرب بيع صراحه، مدرب مو بمستوى انه يدرب منتخب العراقي، مدرب حتى اذا تلاحظ السي في مات سي في متواضع، مفروض يعني مدرب افضل. هيش لقاءات مثل ما نتفق أصدقائنا المشاهدين تلعب على جزئيات بسيطة، والحظ يحالف اللي يكون بجاهزية أكثر، واللي يكسب أخطاء الآخرين بشكل أسرع ويستغلها لتسجيل الأهداف. كنا نعرف البيرو غطاء وندري أنه منتخبنا ورياضتنا بشكل عام تعيش بسوء إداري فظيع، ومواهبنا اللي ما حد اعتنى بيها ولا حد دار الهبال واللي تلعب بشكل فطري وبعفويتها هي السبب الرئيسي بوجودنا بصفوة منتخبات القارة بشكل دائم. هذا السوء الإداري وهذا التنظيم، عدم التنظيم وهذا الشوشرة راح تخلينا نتأكد أنه ماكو داعي نقسي على اللاعبين، وماكو داعي نحكي بقسوة ونحكي بطريقة يجوز الزيد من الدافع السلبي عليهم، بحيث نتذكر هدف السيد البشير ونخلق هيثم كاظم جديد نذب به كل أسباب الفشل. شكرا للدكتور جمال على هذه المداخلة ورأيه بحول خروج منتخبنا الوطني من يعني نهائيات أمم آسيا بخسارته مع قطر. باقينا وياكم أصدقائي المشاهدين بنفس المحور، ندري كل الزين هذا الخطأ الإداري اللي سولفنا عنه إذا استمر فهو خطأ أكبر، والاستمرار على الخطأ ما أعتقد راح يولد نتيجة إيجابية أبدا، وبهيج وضع هيج وضع بلد إذا ما تعلي صوتك وإذا ما تصيح ما حد راح يسمعك، واحنا ياما صيحنا وياما حكينا وراح نبقى نصيح انه الخطا خطا اداري اكثر من كونه فني او اي شيء ثاني. فمو معنى كلامنا نسكت ونقول الحظ والحظ والحظ وينتهي الموضوع وينس، لا، الموضوع مو صحيح ابدا. هذا المنتخب هو منتخب جيد وبعناصر حلوه، وبالتصفيات مال قطر لازم يصعد بقطر. ناكد ونعيد انه هذا المنتخب ما ينافس على الصعود، لا، لازم يصعد لان العناصر جيده والمدرب عرف يوظف ادواته بالشكل الصحيح، واللي صار هو خسارة مثل أي منتخب ممكن يخسر، لكن
لازم نأكد مرة ثالثة إنه هذا المنتخب لازم يصعد ويوصل قطر. أوكي، ثلاثة إصابات بمباراة واحدة عدى الموضوع راح، بس لازم نرجع لأسباب الموضوع. شنو السبب؟ مدرب اللياقة وين؟ يعني إذا ما عرفنا نسوي لياقة للمنتخب وإذا ما شيكنا الموضوع وحصيناه بشكل صحيح، فهذه خيانة ما تقل خيانة عن الجنود اللي بساحات القتال، لا تستغربون أبدا، واللي يعاقبون بها الضباط طبعا. من 86 ننتظر، ومن 2007 ننتظر، وكم واحد غطى التراب هم ينتظر، وتالي ما تالي يصير اللي يصير. نسمع رأي الصحفي الزميل من السعودية عبد العزيز العضاضي حول خروج منتخبنا الوطني أيضا من نهائيات أمم آسيا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد جدا بالتواجد معك أستاذ أحمد في برنامجك الحديث عن المنتخب العراقي وخروجه من الدور الثاني في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات. أعتقد أن المنتخب العراقي قدم أداء جيد في هذه النسخة، ولكن للأسف كان الخروج غير متوقع في الدور الثاني من البطولة، خصوصا مع توقع الكثير من النقاد العراقيين والجماهير العراقية بوصول منتخب عراقي إلى ربع النهائي أو نصف النهائي على أقل تقدير. عموما هي الأسباب الخروج المنتخب العراقي أعتقد أنها أسباب في ضعف التجهيز للبطولة، هذا هو السبب الأكبر للمنتخب العراقي، خصوصا أن المنتخب العراقي يملك العديد من الجماهير، عديد من اللاعبين المميزين جدا في حراسة المرمى، في خط الدفاع، في خط الوسط، في خط الهجوم، ولكن لم يكن الاستعداد بالشكل الأمثل للبطولة. كان يتوقع أو يفترض أن يقدم المنتخب العراقي استعداد منذ وقت مبكر للبطولة. هذه المشكلة أثرت بشكل كبير على المنتخب العراقي اللي ينتظر مستقبل كبير في الأيام القادمة، ونتوقع أن يقدم المنتخب في تصفيات كأس العالم اللي تبدأ أكتوبر المقبل أداء جيد لمحاولة الصعود لكأس العالم. شكرا زميلنا عبد العزيز على رأيك وعلى مداخلتك ببرنامج عراق تدورس، ونتمنى أيضا أنه تزيد المداخلات منك ومن الزملاء من خارج العراق. آسيا ما بها بعابع مثل قبل، كيف كروش المعنيين ايش كبرها، الناس تخطط وتسهر وتنظم وترسم للبعيد، واحنا على الحظ والله كريم. كنت اتمنى ولحد هسه اتمنى اي مسؤول كروي يطلع الامنه اللي بكت نقول لها ان شاء الله تبكين دموع فرح بتصفيات كاس العالم اللي جايه، بس ما حد سواها، وحتى اذا راح يسووها فما راح تكون كلماتهم صادقه. نختم فقرتنا الأولى أصدقائي المشاهدين بهذا المقطع الرائع طبعا لدولة رئيس الوزراء اللي شاهد مباراة منتخبنا الوطني مع المسنين بدار المسنين رفقة الأستاذ هشام الذهبي. عندي هذا وعندي المصفى الرقاب ومزوج بيه الشباب اللي تخرجوا من دار الايتام، هذا كان مزوج بيه ثلاث شباب تخرجوا كل واحد يقعد سنتين بلاش يطلع بقى فارغ. جتني الحاله مال المسنين ابانا قلت خلنا نجيبهم هنا، بس انا اطلب من امك بس اساعدهم بالاقراص. اساعد واجب مو يعني مو مني او فضل. الله يبارك.
حقهم علينا. قبل أن ننهي حديثنا عن المنتخب أصدقائنا المشاهدين، خلينا نسمع رأي الكابتن غازي فهد من الإمارات حول رأيه باللي صار، وباعتباره هو رجل فني ومدرب نادي العين الإماراتي، خلينا نشوف شنو اللي يقوله حول خروج منتخبنا الوطني من كأس آسيا. المنتخب القطري تكتيكياً كان منظم من الناحيتين الدفاعية والهجومية، كان يتحكم برتم المباراة، يعرف شو وقت يلعب كرات سريعة ويعرف شو وقت يهدي الرتم. منتخبنا أدى مباراة أيضاً بصورة جيدة، لكن مثل ما قلنا ما يعاب عليه هي الناحية الهجومية واستنزاف كبير لطاقات اللاعبين، من لأنه إذا وجدنا اللاعبين كانوا يجرون بشكل كبير جري، لأن أغلب الكرات كانت للأمام واعتماد على التحامات وسرعة مهند، بالإضافة إلى بطء بالتحضير والضغط الفريق الخصم القطري في وسط الملعب أثر بشكل كبير على سير المباراة. لكن قلنا جزئيات بسيطة مثل ما حدث، فاول تفوق المنتخب القطري، لكن احنا حقيقة في هذا البطولة كسبنا جيل محترم، جيل شاب، جيل علينا أن نهتم به ونطور من أداء، نمتلك لاعبين مميزين حقيقة، أي مدرب يحب يعمل مع هالفئة الموجودة، لكن علينا نطور أداءهم من خلال دوري قوي. على موضوع كتنيتش، هل أنت مع إيقاف المدرب أو مع بقاء المدرب؟ للأمانة يا أخوان هذه يعني يحتاج لها تفاصيل كثيرة وكبيرة، وهو قرار مو سهل، يعني قرار صعب إقالة أو بقاء المدرب. أنا بالنسبة لي دائما يعني أحب الاستقرار وأنشد الاستقرار، سواء مع كتنيتش أو مع غير كتنيتش، يعني حتى لو كان المدرب الحالي باسم قاسم أنا أيضا أميل للاستقرار. لكن ما وجدته في البطولة من بعد مباراة فيتنام، كان أكو تطور بالأداء وضعية اللاعبين، يعني هذا تطور اللاعبين احنا ظاهر، احنا نشوف اللاعبين تطور بشكل جيد من خلال المباريات ورتم المباريات. لكن اكو نقطة مهمة يجب على الجميع يعرفونها، انه القريبين على المنتخب يعرفون يعني كيف كان يعمل المدرب وكادره، فلذلك القرار قرار صعب على اي مدرب. انا مع الاستقرار، ولكن القريبين اللي كانوا موجودين حول المنتخب وأداء المدرب وبرنامجه وعمله في الملعب وتعامله مع اللاعبين وتعامله مع الإعلام، هاي ما يحددها أي شخص من خارج المنظومة الموجودة، فعليه القرار راح يكون قرار صعب جدا. أنا مثل ما قلت لكم مع الاستقرار، لسبب أن المدرب بدأ يعرف إمكانية اللاعبين، بدأ يعرف نفسيات اللاعبين وتعامل معهم على هذا الأساس، فلذلك احنا دائما ننشد الاستقرار. ممكن نجيب مدرب ننجح، ممكن نجيب مدرب نفشل، فلذلك انا اقول افضل الاستقرار، الا اذا كان هذا بين قوسين ان اهل الشأن الموجودين كانوا متواجدين مع بعثة المنتخب رأوا ما هو شيء علامات سلبية على المدرب، فلذلك القرار راح يكون القرار طبعا لهم. حياكم الله أصدقائنا المشاهدين بعد الفاصل. أريد أن نناقش موضوع ونسولف به، ولو إحنا ما أردنا نسولف به لكن هو يعني مثل ما يقولون كثر الحديث عنه وصار حديث الشارع، اللي هو احتفال بسام الراوي. ما أريد نحكي بتفاصيل ما تترس السلة عنه، لكن
نريد نعتب على هشام الراوي والد اللاعب، يعرف الوضع كل الزين انه الجمهور العراقي هو جمهور عاطفي ويتعامل مع المنتخب الوطني كخط احمر ما موجود واعتبار ما موجود عند اي كيان ثاني او عند اي ممثل ثاني للعراق. المنتخب الوطني يمثل قيمه عليا للشعب العراقي، ولذلك نتعامل وياه بعاطفيه ونتعامل وياه بشكل ثاني. طريقه احتفال اللاعب وطريقه فرحته ويعني حتى استفزازه للجمهور العراقي ما كانت مناسبه، لذلك احنا نعتب على هشام الراوي ونعاتبه لانه اللي صار هو يتحمل جزء منه. الاهم والاكثر اهميه من موضوع هشام الراوي، تدرون احنا كم راوي نضيع يوميه؟ تدرون كم لاعب يندفن بالساحات الشعبيه وما حد يدير له بال؟ ليش نعتب على لاعب اخذوه قطر استثمروه انطوه حقوق وفرضوا عليه واجبات طبعا، لكن اعتنوا به طوروه درسوه دخلوه بمدارسهم الكرويه يعني تمرس وياهم وبالاخير مثل منتخبهم وحتى الولد يحكي لهجتهم وعنده انتماء لهم، فليش نعتب عليه؟ ليش نعتب عليه طالما هنا اكو قاعدين يدفنون اكثر من راوي؟ ليش نعتب عليه؟ تدرون الادهى من هذا والمصيبه الاكبر واللي تصفن اكثر اللي هي الجمهور عاف الخساره وعاف كل شيء وعاف ابو اللياقه وعاف الاتحاد وظل يسب ويشتم بهشام الراوي، بسام ابن هشام الراوي، وظلوا يطبون على حساباته بانستغرام وحساباته فيسبوك ويوم ينازل الخبر. انا اول مره اسمع خبر فيسبوك يغلق حساب لاعب، يعني خبر ما له داعي من كثره الابلاغات اللي صارت على الموضوع والتعليقات وغيرها وغيرها وغيرها، والحساب من كان 70 كي متابعين مالته صار 150 كي تقريبا، ضعف يعني صار اكثر من ضعف همينه. فهذه الشغلة يعني أعتقد حتى مملهجة ومدروسة، لأنه لحد قال وأنا باللياقة، لحد قال تعال يا اتحاد أنت شنو كان تخطيطك؟ شنو اللي كان يصير وراء الكواليس بالمنتخب بغرف اللاعبين باللوبي بغيرها شنو اللي كان يصير؟ فلذلك الكل يستغرب والكل عفوا الكل وجه سهام الاتهام وسهام يعني سهام الخسارة وأسباب الخسارة على هشام الراوي، وترك الاتحاد وترك اللي صار ونسى يطالب بأي شيء ثاني، التهب السب والشتم ونسى يطالب بإيقاف إبادة المواهب اللي عندنا بشكل يومي. أدري هسه لو دولة فقيرة مثل اليمن آمنا بالله، بس بلد مثل العراق كل شيء بيه غني بمواهبه بمدربي حتى بطاقات البشرية الأخرى، ملاعب هسه اللي قاعد تنهض وتصير وتوصل، يعني جريمة اللي جاي يصير. فاللي أطلبه منكم أصدقائي المشاهدين إنه تصير حملة الطالب بانتشال اللاعبين الموجودين بالفرق الشعبية بأندية الدرجة الثانية، الناس اللي فعلا يستحقون يوصلون للمنتخب وإحنا ندفنهم لسبب أو لآخر. كم لاعب نسمعه بالفرق الشعبية هذا والله لاعب وهذا والله زين والله له مستقبل، من يوصل الفريق الاول لو ما يلعب لو ينبعد. ليش؟ لان والله اللاعب البديل عنه ابوه فلان، لو اللاعب البديل عنه ابوه صديق فلان، لو هو صديق فلان، لو ابوه مدرب، لو عمه مدرب. فهاي كلها ما توكل خبز، لان العاطفه عمرها ما تصنع حل، الدرس هو الوحيد الحل. فقرات عدسة تدورس أصدقاء المشاهدين لهذا الأسبوع المفروض يعني معتادين احنا نخليها بالاستوديو ونجيب مصور، لكن طلعنا بشكل ثاني وبشكل جديد، أخذنا العدسة نفسها ورحنا طلعنا المكان بعيد منا لكن قريب على شغاف قلوبنا وقريب على أرواحنا. مبادرة حلوة من موقع اللاعبين المحترفين، راح نشوفها وراح نرجع لكم نشوف شنو اللي صار وين كنا. خليكم ويانا.
احنا رايحين المكان ماخذين ويانا هدايا معينة، راح تشوفون المكان شنو، راح تشوفون نوعية الهدايا شنو، فخليكم ويانا وان شاء الله يكون المكان ويكون المقدم لموقع المحترفين هو بالمستوى المطلوب. ابقوا يعني. قواهم الله مستشفى الاطفال منا يعني مشكورين. الإحساس الصادق والكلمة الصادقة ما تحتاج تكلف ولا تحتاج ابتذال ولا تحتاج أي شيء ثاني، تحتاج ناس حقيقيين ينقلون كلامهم بحقيقة لناس يستحقون. إحنا اليوم بمكان بأشخاص يجوز يفارقون الحياة بعد أيام، لكن هم بهذه أيامهم القليلة يحبون ينقلون رسالة ويحبون يواجهون دعم حقيقي ويحبون يواجهون رسالتهم لمن يستحق. شلونك؟ زينة. ضحكين؟ ها شو تحبين يا لعبتي؟ همام. همام؟ اي. ها شو تقولين لهمام؟ انت من تقابل احنا نفرح بالبيت. والله؟ والله. تريدي قول هسه؟ اي. فدوة. ها حبيبي شلونك؟ زين؟ شو اسمك انت؟ نسيت اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك ولك؟ أبوثي. أبوثي. ثونك. ثونك عبوث. صفن عبوث. عبوث صفن. ميمي وعلى عدنان همام. على مهاوي. فوزا فازا. إن شاء الله يفوز. شلون المنتخب؟ منتخب العراق والله خير منتخب. خوش منتخب. إيه. شفت لعبتهم الأخيرة؟ إيه هم وإيران. حلوة؟ تعادل أمي. إيه حلوة؟ إيه. ولعبتهم ويا قطر شو راح يسوون؟ ان شاء الله الفوز. ان شاء الله الفوز. ايه. يا لاعب تحب على عدنان. على عدنان. اذا قول على عدنان وحطها بال90 شو يصير السحر اليسرى؟ ايه نفرح هواي وعد. والله والله احب ريال مدريد. ريال مدريد يقول احب ريال مدريد. شو الاخبار؟ زين. شلونك؟ زين. انت رياضي؟ ايه. تحب المنتخب؟ ايه. يا لاعب تحب احب رجال. جلال يلا جلال غلسوا غلسوا. احب ميمي. خششوك. احب قصي منير. قصي منير اعتزها. شو تريد بعد لاوي؟ ميمي. احب جلال. تحب جلال. موطني والتسعون دقيقة وهزة الشباك تعادل من جرعات الكيمياوي العشرات. سيوف شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ الحمد لله. شنو مرضك؟ تكسر فقره صدر. زين سيوف انت رياضي سمعت اكو شيء؟ ايه. زين شوف شلون تشوف اللعبات وانت بالمستشفى؟ علت على التليفون؟ ايه. علاوي على قولتك صفاء وميمي. ايه. هسه شوفوك شو تقول لهم؟ يتقابلون وتفرحون الرياضيين. جابوا الكاس تروحوا لهم المطار؟ تروح لهم تطلع المستشفى تروح المطار. ابوك يقبل؟ ايه. هسه يسمعني يا معود. ايه. تاخذه؟ ابوي يقول اخذه للمطار والله. لا فاز المنتخب احنا هم نفرح من يمنا ونقول والله احنا هنا تعبانين عندنا مرضى اطفالنا كلهم مرضى بس منتخب العراق من يفوز الطفل هو يفرح هو هذا علاجه دواه. طبعا هم هنا يعني اكثر الاطفال سالتهم قالوا احنا نشوفها بالراديو حتى نسمعها اللعبه. اي بالضبط. لو على التليفون يباعون لو على التلفزيونات بس مهتمين كلهم يشوفون كلهم الاطفال لان هم مرضى وين يباعون على التلفزيون وين عينهم على اللاعب شو وقت يقول اللاعب حتى يفرح يضحك الطفل هنا من يسمعون حتى اذا يمكن ما عينهم تلفزيون على الراديو على الحشا على هاي والهوسه هو ينطلق يكيف يعني فرحه مو يعني تعم على الشعب كله شلون المطر هسه المطر من يجي يسقي عاليه وناصيه وكل شيء يسقي ففرحه الفريق يعني تعم على الاطفال بصوره عامه
هسه انتم من جيتوني يعني فرحتوهم بصوره يعني مو طبيعيه. هسه طفل عندي يصرخ الا هسه تجيب له طوبه ودريش ومال الفريق وش وقت اللعبه. قلت له يقولون عقب باشر مش وقت نفرح بهن. والله هسه منطلق ليله ما ينام. خبراء علم النفس وحتى الأطباء نفسهم ينصحون ويقولون 80% من العلاج هو علاج نفسي، وعلاج نفسي لتهيئة المريض للتعافي وكونه بحالة صحية زينة. مدينة الطب مستشفى الأطفال خصوصا الأطفال المصابين بمرض السرطان، سمعتوا رسائلهم للمنتخب الوطني، فشلون إذا كان العلاج هم سود الرافدين؟ إيش تتوقعون يقصرون؟ حبا ميمي. إذن شفنا مبادرة موقع اللاعبين المحترفين أصدقاء المشاهدين، موقع يعني يقدم عطاءات حلوة وكانت تخطيطه بكأس آسيا يعني يشهد لها الكثيرين ويشهد لها الجميع بأنه كانت تخطيطه رائعة، جزء تفوقت بها حتى على قنوات فضائية. نتمنى لهم التوفيق. باقين وياكم بأجواء كأس آسيا أصدقاء المشاهدين ونحكي عن مباريات الدور الثمانية. طبعا أثناء ما تعرض الحلقة راح تكون ملعوبة مباراتين اللي هي مباراة فيتنام واليابان والصين وإيران، لكن احنا أثناء تسجيل الحلقة مباريات بعدها ما ملعوبة، لذلك ما راح نقدر نحكي عنها. باشر عندنا مباراتين مهمة بدور الثمانية اللي هي الإمارات وأستراليا وأيضا كوريا وقطر. بالمباراة الأولى أصدقاء المشاهدين اللي هي مباراة الإمارات وأستراليا، شفتوا المستضيف كان محظوظ جدا مستضيف الامارات، لكن اكيد الكفه راح نقول فنيا هي ارجح للكنغارو، لكن هاي يعني الامارات يعني لازمه توفيق وحظ، يمكن نقدر نسمي حظ الارض، لانه لولا الحظ اصدقاء المشاهدين عفوا كان شفنا خروج مدول الامارات وخسائر بنتائج بعيده، لكن الحظ وقف ويا الامارات وما تعرف هاي كرة قدم، ممكن يجوز فنيا الإمارات يتفوق على أستراليا ويصعد للنصف نهائي. أما مباراة كوريا وقطر أصدقاء المشاهدين فنقدر نعتبرها هي نهائي مبكر، لأن الكل تقريبا يجمع أصدقاء المشاهدين على كون قطر وكوريا هم الأنضج فنيا بهذه البطولة والأكثر استحقاق للوصول للنهائي، يعني نظرا لما قدموه من نتائج بهذه البطولة. أكيد نتمنى التوفيق للمنتخب القطري اللي يمثل العرب بهذه المواجهة، وأيضا قبلها نتمنى التوفيق للمنتخب الإماراتي اللي يمثل العرب بهذه المواجهة، وإن شاء الله نشوفهم بالفاينل. وبالأخير نقول هذه النسخة من كأس آسيا بالإمارات هي مشابهة لكأس العالم اللي راحت، كان ممكن نوصل بها بعيد. وبالأخير الأمور ما تحسم بالنوايا والأمنيات، الطوبة تريد أفعال. إذن أصدقاء المشاهدين وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني بقادم المسابقات والمشاركات، يعني جزء مليانة من هاي الحكاية. نتمنى التوفيق أكيد لازم يصير حل بعد كل خروج، لازم يصير حل ويصير دراسة سبب أسباب الخروج ونوصل لنتيجة معينة نتأكد من عندها أنه أكو أسباب معينة لازم ننتشلها بالمرات الجاية حتى تكون المشاركات الجاية بالمستوى المطلوب. وقلنا سابقا كنا المنتخب، وإن لم نكن نحن المنتخب فالمنتخب هو الوحيد المنتخب من القلوب. في مع الله.